السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين متابعينا في كل مكان. يا رب النهارده تكون بخير وصحه وسعاده. النهارده الحلقه بتاعتنا عايز اقول لكم خفيفه جدا، الوصفات كلها تكون احسن من بعض. هنعمل النهارده مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده تشيكن ليمون، او هنعمل تشيكن بصوص الليمون. طبعا احنا عارفين الوصفه ديت ما ينفعش يكون جنبها اي نوع من انواع المكرونات، فلازم هنعمل جنبهم شويه رز ابيض حلوين. يبقى الوصفه بتاعتنا النهارده الاساسيه او الميني كورس بتاعنا هنعمل مع بعض تشيكن بصوص الليمون، ونشوف التكب بتاعته. طبعا هيكون مختلف على اللي احنا شفناه قبل كده، كنت عملته قبل كده في حلقه، بس النهارده هحاول انا اجدد فيه. ونعمل كمان النهارده شويه رز مصر حلوين نقدمه جنبه كصيد، وكمان هنعمل مع بعض النهارده سلطه يوناني. احنا عارفين ان السلطه اليوناني من افضل السلطات، يعتبر مشهورين بها في اليونان، وهنشوف الانجريدينت بتاعها ونشوف تكاتها واحنا شغالين مع بعض. يبقى زي ما احنا شايفين عندنا تشيكن ليمون او تشيكن بصوص الليمون، عندنا رز ابيض هنقدمه جنب الوصفه بتاعتنا على اساس تبقى وصفه متكامله. كده يبقى عندي البروتين بتاعي طبق الرئيسي تشيكن ليمون، عندي كمان السايد بتاعه رز ابيض هنعمله مصري، ما رضيتش ان انا اعمله بسمتي، وكمان لازم يكون جنبه شويه سلطه. انا فضلت النهارده قلت السلطه هتكون افضل في الوصفات اللي انا هعملها النهارده من الشوربه. يبقى زي ما احنا شايفين على الشاشه كده تشيكن ليمون، عندي رز، عندي كمان سلطه يوناني. حابب ابدا اول حاجه بالرز ونسيبه على نار بقى براحته خالص. لو تنزل لنا بالمقادير، عندي نص كيلو من الرز، عندي زبده، عندي ملح، طبعا عندي المرقه، طبعا انا حطيتها على نار زي ما احنا مش شايفين. هاخد بس الميه كده ونبتدي نسقيها. بس يا ريت نرجع، ايوه عايز اقول لكم وصفات النهارده خفيفه نقدر ان احنا نعملها في البيت بطريقه جميله جدا. وطبعا التشيكن ليمون عشان واحنا بنتكلم او بنشرح في كذا طريقه ليه، مش طريقه واحده، على اساس ما حدش يشوف يقول لك احنا شفناها قبل كده من شيف بطريقه مختلفه عن الطريقه ديت. فعايز اقول لكم هي ليها طرق كتير جدا. اول حاجه ننزل بالماده الدهنيه، عندي الزبده، وكمان ممكن اخد شويه زيت، بحب اشتغل زيت وزبده مع بعض. طبعا الرز مش هنشوحه، اللي احنا عارفين الرز الابيض مش محتاج ان احنا نشوحه. وفي الوصفه ديت لو احنا رحنا مطعم او رحنا فندق وحبينا ان احنا نطلب تشيكن ليمون او تشيكن بصوص الليمون، هنلاقي الرز المعمول يا اما رز بسمتي او رز مصري عادي زي اللي انا عامله. طبعا لما يجي يتقدم ما بيتقدمش معاه ممكن هنقول رز بالكاري او بالكركم، او ممكن يكون بالشعريه او واحده واحده، لا هو لازم يكون رز ابيض. في طبعا ناس لما تيجي تعمله بتيجي تقدمه الرز الابيض عشان يكون لونه فاتح، او ممكن ندي معلقه واحده بس من الخل بعد ما نضيف الميه او الشوربه بتاعتها على اساس ان هي تدينا لون يكون فاتح معانا. انا نزلت كده على طول بالماده الدهنيه، ونخلي الزبده تسيح براحتها عادي، واهم حاجه الزبده ما تسخنش معايا على اساس لو سخنت ممكن ان هي تتحرق. اخد بس درجه الحراره بتاعتها، مش محتاج ان انا انزل الزبده تكون بارده عليها. حاطط الميه بتاعتي، مش حاطط فيها اي حاجه، يعني ساعات في حلقات تانية كنا ممكن نطعم الوصفه بتاعتنا نحط عوق كرفس او روزماري، ممكن نحط معاها مثلا مكعب بتاع مرقه، او ممكن جزرايه او بصرايه. فانا حابب الرز اللي انا اكله النهارده يكون يعتبر بيور رز ابيض، مش محتاج فيه اي حاجه اكون مطعمها. انا بالنسبه لي كده تمام، ابتدي انزل بالنص كيلو من الرز. اهم حاجه ان انا اقلب الرز كويس على اساس يتشرب من الزبده. لو مفيش زبده في بالنسبه لي في البيت وحبيت ان انا اشتغل بسمنه مفيش مشكله، لو حبيت اشتغل بالزيت فقط برضك مفيش اي مشكله بالنسبه لي. انا بالنسبه لي كده اتشرب تمام، كل اللي احنا شايفينه دوت الرز ابتدى مع الزبده مع شويه الزيت، خلاص انا بالنسبه لي الرز بقى واخد الماده الدهنيه كويس جدا. عندي المرحله اللي بعد كده هعمل ايه، عندي الميه الدافيه زي ما قلت لكم مش حاطط فيها اي حاجه، نبتدي ناخد كده على قد النص كيلو او على قد المعيار. طبعا احنا عارفين النص كيلو بنحط ميه قد ايه، لو مش هنقدر ان احنا
نظبطها بالكوبايه، يكون فوق الميه، يكون فوق الرز، يعتبر بعقله صباع واحده فقط. انا كده الميه تمام، هنضيف بس شويه الملح، لان زي ما قلت لكم ان انا مش ضايف اي حاجه على الميه. ادي شويه ملح اهو، اقلب كل ده كده مع بعض. عشان الرز بتاعي يكون مظبوط او يكون حلو، انا حبيت النهارده اطعمه شويه يكون شارب شويه من الزبده، ممكن اخد بعد ما اقلب كده ادي مكعب واحد، ممكن ننزله على الوش ونخليه على نار هاديه لحد ما نشوف نهايه الحلقه. هنخش بعد كده على تشيكن ليمون، ادي المكعب اهو، هنسيبه فوق مش هنقلبه، ونوطي النار عليه شويه. عندي وصفه تانية هنبتدي اللي احنا نعملها، خلاص انا الحله دي مش محتاجها. ممكن ناخد ده كده هنا. عندي دلوقتي الوصفه اللي انا هعملها دلوقتي تشيكن ليمون، هنعمله بطريقه جميله جدا زي ما قلت لكم احنا عملناها قبل كده في حلقه، بس قلنا النهارده طالما احنا هنعمله لازم نجدد في السفره بتاعتنا او نجدد في الوصفه ما تكونش اتكررت قبل كده. عندي المقادير لو تنزلين على الشاشه، انا عندي 500 جرام من صدور الفراخ او حسب الكميه اللي انا عايزها. لو انا حابب عندي عدد افراد في البيت يكون اكبر، ممكن اشتغل بكميه يكون اكتر، ممكن اشتغل 250 جرام حسب الكميه الموجوده عندي في البيت. بالطريقه ديت اللي انا هعملها ممكن اقدر ان انا اعمله بالبيف ستيك، ممكن بنفس المكونات. طبعا البيف ستيك معروف بيتعمل ازاي، بس انا ممكن لو الوصفه ديت عجبتكم او التست عجبكم ممكن ناخد نفس الوصفه اللي احنا عملناها ديت ونغير مكان الصدور، ممكن ندخل مكانه على طول لحمه. عندي تشيكن ليمون المقادير بتاعته زي ما احنا شايفين على الشاشه، عندي 500 جرام من صدور الفراخ، عندي كمان ليمون، عندي كريمه لباني، عندي توم، عندي دقيق، عندي زبده، عندي فلفل اسود، عندي ملح، وعندي كمان شبت. يبقى ديت المقادير او الانجريدينت اللي احنا هنشتغل بيها، يعتبر الوصفه الرئيسيه بتاعتنا النهارده. طبعا باخد درجه حراره الطاسه على طول. عندي ممكن ببتدي باخد الصدور نفسها ابتدي اشرحها كده من فوق زي ما احنا مش شايفين، واجي العكس على اساس لما اجي اشوحها تدينا شكل جميل جدا، وعايز كمان لما اعملها صدمه الماده الدهنيه اللي انا اشتغل بيها تدخل لحد الصدور من جوه، هتدينا تيست جميل جدا للوصفه الحلوه اللي هنشتغلها. عندي بهارات ايه اللي انا ممكن اشتغله؟ عندي شويه فلفل اسود زي ما احنا ما شايفين، مش هكتر النهارده في الوصفه، في كتير بيحطوا بابريكا، ممكن جوزة الطيب، انا مش حابب اكتر في الوصفه النهارده احط بهارات كتير. عندي شويه ملح صغيرين، لسه هنضيف شويه ملح تاني في حاجه بسيطه بس كده هنضيفها دلوقتي. زي ما قلت لكم في كتير بيحطوا بابريكا، انا مش حابب ان انا اضيف بابريكا في البدايه. عندي ممكن كمان اخد عود زعتر فريش حتى لو مش موجود عندي في المقادير، ممكن اللي احنا مفيش مشكله اللي احنا نضيف دلوقتي. وعندي الدقيق دوت هنبتدي نعمله ايه دلوقتي؟ نفضي بس كده الدقيق دوت ونبتدي ننزله في الدقيق. حد يسالني طيب احنا دلوقتي حاطين الدقيق هنا ليه؟ عايز اقول لكم لما اجي انزلها على في الطاسه او اضيف الماده الدهنيه الزبده بتاعتي، حابب ان الفراخ نفسها يكون لونها ذهبي فاتح، مش حابب ان هي يكون لونها غامق زي ما احنا مش شايفين كده. شويه الدقيق ديت خلي بالكم اللي هتخلي معايا الفراخ لونها يكون فاتح، وفي نفس الوقت هتخلي لي هتعمل لي ماده ربط اللي انا محتاجها. انزل بشويه زبده كده حلوين، اهم حاجه الزبده هي اللي هتدي تيست الوصفه اللي انا شغالها النهارده. لو حسيت ان الطاسه
ممكن تكون عاليه وهتخلي لي الزبده لونها هيغير، ممكن اخليها تسيح بره ما فيش مشكله. يعني انا لو جيت اشتغل واحط الزبده او معايا زبده مع زيت في على الطاسه وحسيت ان هي سخنت مني قوي، احاول انا اطلعها بره على اساس ان هي تسيح وتحافظ على اللون الاصفر بتاع الزبده. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. عندي الدقيق اهم حاجه اخد كميه دقيق كده محترمه، لان انا مش هربط بدقيق تاني. المره اللي فاتت لما عملنا تشيكن ليمون ما عملناش بالوصفه، ما عملناش بالطريقه ديت، احنا خدنا شويه دقيق جنب صدور الفراخ وخلينا ده على جنب وده على جنب. عندي دلوقتي الصدور اقدر ان انا انزلها، دي خلاص كده انا مش محتاجه تاني. شويه الدقيق الصغيرين دولت هم اللي عاملين ماده الربط زي ما قلت لكم. نقلع الجوانتي وننضف كده حوالينا. طبعا الوصفه ديت احنا هنعملها على كذا مرحله. لسه عندي بيون مرق الدجاج مع شويه الميه عشان يطعموا لنا الوصفه الجميله اللي احنا هنشتغلها مع بعض دلوقتي. وزي ما قلت لكم الوصفه ديت احنا عملناها بطريقه مختلفه عن الطرق اللي احنا عملناها قبل كده. نبتدي نقلب كده. لو كاميرا تبقى جايبه الفراخ زي ما انتم شايفين اللون انا عايز يكون ذهبي فاتح. عندي مرحله ثانيه بعد كده هنبتدي احنا نعمل ايه. انا بالنسبه لي هبتدي اشيل الصدور وبعد كده اخليها في طبق لوحدها، وبعد كده اخد التوم انزل التوم، وبعد كده عندي شبت عندي اساسي في الوصفه بتاعتي النهارده من الخضار شبت، ما ينفعش احط معاها بقدونس او كرفس او اي حاجه ثانيه. وبعد كده زي ما قلت لكم انزل شويه توم مع زبده ارفع دوت. انا محتاج ان اشتغل في طاسه واحده على اساس الدريس اللي هينزل من الفراخ هيطعم لي بقيه الوصفه بتاعتي. هننزل بالزبده شويه زبده ثانيين، وبعد كده نروح نازلين عندي الشبت، بعد كده ننزل بشويه التوم ونقلبهم مع بعض، بعد كده نروح نازلين بالمرقه. نخلي الاول المرقه مع الدقيق اللي نزل من صدور الفراخ تتقل شويه وتعمل لي دريس او تعمل لي الصوص هيكون تقيل شويه، بعد كده اخر حاجه ننزل الكريمه اللباني، وممكن نضيف بعد كده على طول الصدور الفراخ نرجعها تاني. زي ما قلت لكم الصدرين انا خليتهم سلام زي ما هم. عندي الشبت ممكن نبتدي احنا نقطعه دلوقتي. اخد بس الورق بتاع الشبت، مش محتاج اخد عندي العيدان الطويله، هو بس الورق اللي انا محتاجه في الوصفه الجميله اللي انا بعملها دلوقتي. عايز اقول لكم الوصفه ديت مش هتاخد وقت خالص، نقدر نعملها لو حد من الضيوف جانا بالظبط ممكن حوالي ربع ساعة نبقى مخلصين كل الوصفات الجميلة اللي احنا ممكن نعملها مع بعض. يبقى احنا النهارده زي ما قلت لكم نوع من السلطة، نوع من الميني كورس اللي احنا عملناه النهارده تشيكن ليمون او تشيكن بصوص الليمون، وكمان عندي السلطة الجميلة. دلوقتي احنا ممكن في المرحلة ديت انا خلاص كده الصدور هطلعها لكم على اساس تشوفوا اللون الجميل، ما خدتش سوى الكامل بتاعها بس زي ما احنا ما شايفين خدت اللون الحلو اللي احنا شايفينه ده. دي اول كده مرحله بالنسبه لنا. هنعمل هنا ايه تاني؟ هنزود شويه زبده ونلبس الجوانتي.
طيب احنا دلوقتي ممكن نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقيه وصفاتنا. فاصل ما نروحش في اي مكان. اهلا وسهلا بيكم ورجعناكم تاني بعد الفاصل. شفنا قبل الفاصل قلت لكم اللي احنا هنعمل بطريقه غير اللي احنا عملناها قبل كده. نزلنا بالماده الدهنيه لو حد لسه فاتح قدامنا دلوقتي الشاشه، وبعد كده رحنا نزلنا بحوالي 100 جرام من الزبده، وبعد كده خدنا صدور الدجاج نزلناها في الدقيق طبعا بعد ما احنا بهرناها بملح وفلفل، نزلناها خدت اللون اللي احنا شايفينه دوت. زي ما قلت لكم انا حابب يكون اللون الذهبي يكون فاتح شويه. بعد كده رحنا مطلعينها، دلوقتي هنعمل ايه؟ هنزود زبده ثاني، بعد كده نروح نازلين عندي نزل الشبت، وعندي كمان صوص المرقه اللي احنا زي ما قلت لكم احنا عملنا مرقه قبل الهواء، وعندي كمان 5 ليمونات عصرينهم، وبعد كده عندي شويه شبت. انا مش هحتاج ان انا اربط بحاجه ثانيه. مكعب زبده زي ما احنا مش شايفين. في حد ممكن يجي يسال طب احنا لو حبينا ان احنا نضيف اي نوع من انواع الخضار، الاستاندر بتاعه ما بنحتاجش ان احنا نحط خضار معاه خالص، يعني الاساسي فيه زي ما احنا ما شايفين. ما جودناش بس الا طريقه اللي انا خدت الدقيق وعملنا البريدنج بتاعه، انما الاستاندر بتاعه احنا ممكن نخلي الدقيق على جنب، وممكن نخلي كمان الصدور على جنب على اساس تعمل الدريس او تعمل الصوص لوحده. دلوقتي هنعمل ايه؟ عندي شويه توم كده حلوين زي ما احنا مش شايفين كده، وعندي شويه الشبت، ونقلب ده كله مع بعض. عندي بعد كده 5 ليمونات، عصير الليمون طبعا صفيناه من البذر بتاعه، ونقلب كله مع بعضه كده. عندي هنا المرقة عاملينها زي ما قلت لكم قبل الحلقة مفيش ب5 دقايق، ونكمل كده تقليب لحد ما الدريس يتقل معانا شويه. طبعا زي ما قلت لكم الدقيق اللي نزل من الصدور هتبتدي ان هي تعمل لي ماده رابطه، وبعد كده هنزل الكريمه لباني اخر حاجه بالنسبه لي، وبعد كده ناخد الصدور ندخلها معاها على اساس ان تقعد معاها شويه تشرب من الصوص. عندي دلوقتي كمان سلطه يوناني هنبتدي ان احنا نجهزها مع بعض. طبعا لسه الوصفه بتاعه تشيكن ليمون ما خلصتش، زي ما قلت لكم احنا هنعملها على كذا مرحله لان بتاخد خطوات كتيره. نشوف المقادير بتاعتنا لو تنزل على الشاشه واحنا شغالين كده. تمام، عندي السلطه اليوناني، عندي طماطم، عندي خيار، عندي كمان فلفل اخضر، عندي جرجير، في خس او مفيش مشكله. انا عندي خلاص الاخضر بتاعه ممكن اقدر استغنى، لا اما جرجير لا اما خس متوفر عندي، لو الاثنين موجودين يبقى كده تمام. عندي كمان جبنه بيضاء، عندي زيت زيتون، وعندي كمان زيتون. يبقى ديت المقادير بتاعتنا اللي احنا هنشتغلها دلوقتي مع بعض. نرجع تمام. زعتر فريش عايز اقول لكم اساسي لازم مع الجبنه. نشيل فولة بس اللي احنا نبتدي نجهز او نقطع فيها، ونشوف كمان البولة اللي احنا هنقدر نقدم فيها. حابب بس كده اللي انا ابدأ اعمل لها البرزنتيشن من فوق. زي ما احنا شايفين كده لو عندي الخس الكابتشو هيدينا شكل جميل جدا مكان الجرجير، وممكن نخلي الجرجير يبقى موجود من جوه. عندي اول حاجة هبدأ زي ما احنا مش شايفين كده الصوص بيبتدي ان يتغير معانا، نخليه خالص لحد ما يبتدي يتقل، وبعد كده ممكن ننزل الحاجات تدريجية.
عندي الفلفل نبدأ بيه أول حاجة. أنا أقطع أخليه جوليان ويكون رفيع شوية، أشهر عايز أقول لكم سلطة في اليونان هي السلطة اليوناني، ما بيدوفوش فيها أكتر من اللي أنا حطيته النهاردة. أنا بالنسبة لي أول حاجة الفلفل، بعد كده عندي الطماطم، نبتدي نشيل البذرة بتاعتها، هقطعه شوية قريب ما بين الجوليان وما بين الكرهات كده، بس هنخليه كله متقطع حاجة واحدة أو بنفس الشكل. بحب زي ما قلتلكوا لو أنا أقطع حاجة برنواز يبقى التقطيع كله برنواز، لو أنا حبيت إن أنا أقطع جوليان يبقى كله جوليان. زي ما احنا مش شايفين كده التقطيعات كلها تبقى واحدة. لو فيها حته كده لونها متغير او شاكين فيها ممكن نشيلها على طول، ما نخليهاش عشان ما بوظش بقيه السلطه. ادي الطماطم ننزلها، حابب بس اقلب الرز تقريبا كده. عايز اقول لكم المكعب الزبده اللي انا حطيته عليه من الوش مخلي الرز ريحته بجد جميله جدا، الزبده متشربه كويس من جوه، وفي نفس الوقت هيخليه هنحس ان هو رزايه بعيده عن الرزايه التانيه، يعني مش هيكون معجن بالنسبه لنا. زي ما احنا مش شايفين كده الزبده، كتر الزبده اللي انا حطيتها هتدي تيست جميل جدا ليه. نقلب زي ما احنا مش شايفين، الصوص ابتدى يتقل شويه، هنخليه على اساس ان هو كل ده يندمج مع بعض، واخر حاجه زي ما قلت لكم هنزل الكريمه. عندي كمان الطماطمية الأخيرة ديت، ناخد كل ده كده ننزل المية، مش محتاجين المياه بتاعتها. عندي شوية الجرجير، هناخد الورق نبص هنا بصة. انا بالنسبة لي ممكن انزل الكريمة في الوقت الحالي، عندي الكريمة اللباني، ندي كده تقليبة. نخليهم يندمجوا مع بعض بالظبط دقيقتين تلاتة، وبعد كده نقدر ننزل الصدور معاهم، وبعد كده نقدمهم مع الرز. ادي شوية الجرجير اهم. عندي اخر حاجة الخيار، زي ما قلت لكم التقطيع كله هيكون واحد، فحاول انا اقطع كده. طبعا ده هيتاكل بالمعلقه مش هيتاكل بالشوكه. طيب تمام، هنضيف بس الخيار دوت ونطلع فاصل على طول كده. تمام، ممكن نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقيه وصفاتنا. اهلا وسهلا بيكم، انا جايلكم تاني بعد الفاصل. انا عايز بس الكاميرا تبقى موجود هنا، عايز اوريكم الصوص بقى عامل ازاي، تقل وخد اللون اللي انا محتاجه، اكتر من كده انا مش محتاج حاجة تانية. طبعا وطيت النار عليه على اساس لما انزل الفراخ ما يكونش بالنسبة لي هيتقل لو انا فضلت سايبه على النار عليه. كل اللي انا هعمله دلوقتي اللي انا هاخد السدرين اللي احنا شوفناهم دول ونبتدي نخليه ينزل في الصوص دوت على اساس ان هو يتشرب
ويكمل بقية السوا بتاعه. معنى كده هو لسه مستواش فعلا، لسه ما خدش السوا بتاعه، احنا بس عملنا له صدمة مش اكتر من كده. نحاول احنا نغرق كده الصدور من على الجناب ونخليه بقى، ممكن نعلي النار في الوقت الحالي على اساس ان كل ده يندمج مع بعض ونقدر نقدمه بالظبط في خلال 4 5 دقايق. نكمل بعد كده السلطة بتاعتنا. انا عندي هنا الاساس فيه زي ما قلت لكم، عندي زعتر فريش. هنبتدي ناخد الزعتر كده ونبتدي احنا ننزله على اساس نشوف هنعمل مع بعض السلطة الجميلة دي ازاي. كل الورق ده كده، عايز اقول لكم الزعتر دوت المفروض احنا ما نستغناش عنه في البيت، حتى لو ابتدى ينشف معانا نجففه زي ما احنا مجففينه وكده، ونقدر نشتغل بيه، نقدر نشتغل بيه في وصفات. لو عندنا فراخ، عندنا لحوم، سلطات، عندي كمان شرب، اقدر ادخل كل الكلام ده، زعتر مع الحاجات ديت. عايز اقول لكم تيست جميل جدا بجد، بيودي الوصفه في حته تانية. عندي زيت الزيتون. انا بالنسبه لي الجبنه اللي انا حطيتها اي نوع من انواع الجبن، ممكن تكون مالحه، الجبنه بتاعتي مالحه، فانا مش هحتاج ان انا احط معاها ملح في الوصفه ديت، على اساس الجبنه هتديني الحاجه اللي انا طالبها. اخلي بس كل ده على جنب كده، وناخد بس جزء من نقلع الجوانتي دوت، لو مش محتاجينه مفيش مشكله. نبتدي بس نعمل برزنتيشن للطبق. زي ما احنا ما شايفين، ممكن بقية الخيارة نكمل تقطيعنا كده عادي. ديت نخليها نحتاجها في حاجة تانية. انا بالنسبة لي كده تمام. ناخد جزء من هنا نضيفه على الجبنة، وجزء تاني نضيفه هنا. اخر حاجة عندي بالنسبة لي الزيتون المخلي. نقلب كل ده كده مع بعض. زي ما قلت لكم في خاصة كابوتشا تمام، لو مفيش الجرجير بيستغنى، مش محتاج اخضر كتير على اساس كل الالوان الجميلة دي تبان. لو حبيت ان انا اضيف فلفل الوان مفيش مشكلة مكان الفلفل الاخضر. زي ما قلت لكم هي اساسي فيها الزعتر، واساسي فيه زيت الزيتون، وكمان شوية الزيتون مع الجبنه. اقدر بعد كده اقدر ان انا اغير الانجريديان زي ما انا عايز. نبتدي نضيف الخضار كده زي ما احنا مش شايفين، اللي احنا مقطعينه كله. لو كان عندي بصله بيضه كان هيخلي الوصفه بتاعتي جميله. عندي طبعا انا نزلت بزيت الزيتون مع الزعتر. نبتدي ان احنا نوزع كده الجبنه، طبعا الجبنه مالحه فخلاص عوضنا الملح، مش محتاجين ان احنا نضيف عليها ملح. ده اول صنف يعتبر نقدمه مع بعض النهارده. نرجع نقلب كده الصدور نفسها ونشوف الصوص الجميل هيكون شكله عامل ازاي. ده كده مش محتاجه. ممكن نشوف الرز لو خلاص بالنسبة لي خد السوا بتاعه كامل، نقدر ان احنا نقدمه دلوقتي ونطلع معاه الصدور على طول. زي ما احنا ما شايفين كده الرز ما شاء الله، الرزاية جميلة، خدت الملح، خدت الزبدة بالكمية الكافية اللي احنا كنا محتاجينها. ناخد الاطباق اللي احنا هنقدم فيها كده. عندي طبق كده ممكن على هيئة قلب، زي ما احنا ما شايفين الرز شكله عايز اقول لكم جميل وريحته اجمل. ناخد كده القلب ده نطلعه، وعندي كمان وحدة الشبت ديت اللي هتدي شكل للطبق. بس شوية رز كمان.
طبعا يقول انا كترت الزبده فيه، عايزين تقلله، مفيش اي مشكله خالص. ناخد كمان وحدتين شبت هنا. واحدة كده نجيبها جنبها. أنا بالنسبة لي كده تمام. دلوقتي ممكن نقدر نقدم التشيكن الجميل بتاعنا. خلاص كده الوصفة بقت تمام وزي الفل. اخد الصدر الجميل دوت نحطه هنا. عايز اقول لكم يا جماعه الشكل والتيست اهم حاجه بالنسبه لنا، مش مجرد ان انا احط الانجريديان ونقدمه باي طريقه، لا انا اهم حاجه زي ما قلت لكم في حلقات كتيره اهتم بالنسبه لي البرزنتيشن اهم حاجه. ادي الصوص كمان بتاع الليموزه، ما احنا مش شايفينه تقيل ازاي. نبتدي ننزل كده على الصدور ونخليه يدخل جنب شوية الرز اللي احنا عاملينه. نخلي ده كده. ادي شوية الصوص هنا نحطهم، بس اكتر من كده مش محتاج. اساسي فيها طبعا الليمون. ممكن ناخد كده الليمون نبتدي نعمل بيه برزنتيشن او نعمل بيه شكل، اي شكل مش هيفرق معانا بما ان الوصفة اسمها تشيكن ليمون. زي ما احنا مش شايفين كده هنشرح مع بعض طبعا باستفاضة، على اساس لو حد لسه فاتح دلوقتي الشاشة عايز يعرف احنا عملنا مع بعض ايه، هنقول كل الكلام الجميل دوت واحنا شغالين، ونبتدي نعيد تاني ونشوف احنا عملناه قبل كده بأني طريقة، وغيرنا النهاردة الطريقة بتاعتنا ايه اللي احنا ضفناه، ونشوف المطبخ كمان بتاعه ينتمي لأني نوع من انواع المطابخ، ونشوف السلطة اليوناني هل احنا نقدر نضيف فيها ايه من الحاجات اللي احنا كنا ممكن نحطها فيها على اساس تكون الستاندر بتاعها او تكون زي ما قال الكتاب، زي ما احنا ما بنقول. ممكن نضيف شوية عليهم هنا صوص يبقى جنبه على اساس هيدي اللي مش حابب ياكل الصدور الفراخ، ممكن نديله الدريس الجميل دوت. ادي شوية صوص هنا حلوين. كانت المقادير عندي بالنسبة لي ايه؟ اول النهاردة عملت ايه في الحلقة الجميلة ديت؟ عملنا مع بعض النهاردة تشيكن ليمون، وعملنا كمان مع بعض احلى سلطة يوناني، وشوفنا الرز. طبعا الرز طبعا مش جديد بالنسبة لنا، بس زي ما قلت لكم حبينا ان احنا نضيف شوية زبدة ونحط زبدة عليه من فوق على اساس تبقى الوصفة بتاعتي عايز اخليها تكون فيها شيء من الدسامة شوية. عملنا النهاردة مع بعض تشيكن ليمون. نشوف الاول مقادير كان عندنا ايه بالظبط النهاردة. كان عندي نص كيلو من صدور الفراخ. طبعا هي الطريقه الستاندر بتاعها زي ما احنا عارفين، لازم يكون فيها ليمون، عندي كمان دقيق، عندي زبده، لازم يكون موجود كمان فيها شبت فلفل اسود. البهارات زي ما قلت لكم نحط بهارات زي ما احنا عايزين، الحابب يحط بابريكا، حابب يحط 7 بهارات، اي نوع من انواع البهارات مفيش مشكله بالنسبه لنا. زي ما احنا مش شايفين شفنا المقادير، عندي نص كيلو من صدور الفراخ، كان عندي ليمون، عندي كريمه لباني، عندي ثوم، عندي دقيق، كمان في زبده، في فلفل اسود، وعندي كمان ملح وشبت. عملنا الكلام ده ازاي مع بعض؟ نزلنا اول حاجه بالفراخ، ابتدينا احنا نشرحها من فوق، عملناها عكس بعض، وبعد كده رحنا حاطين عليها فلفل اسود ونزلنا بشويه ملح صغيرين. خدنا الفراخ نزلنا الاول بالزبده، وبعد كده رحنا نازلين الفراخ، بعد كده رحنا شيل المقادير عشان نبتدي نشرح. سامعك يا رياسه؟
طيب جالنا سؤال عن تشيكن سيزر سلط، بس هنخلص دوت وبعد كده نشرح السيزر سلط. بعد كده نزلنا بالمادة الدهنية حوالي 150 جرام من الزبدة، وبعد كده زي ما قلت لكم خدنا في طريقتين، ممكن ناخد الصدور ننزلها في الطاسة أو في الحلة اللي احنا نشتغلها ونخلي جنبها شوية الدقيق على أساس مع الزبدة يربط. في طريقة تانية أنا كنت حابب النهاردة إن الفراخ ما تكونش لونها أحمر، حابب اللون يكون ذهبي زي ما احنا مش شايفين، عشان يكون لونه ذهبي ويطلع مظبوط هنعمل مع بعض ايه؟ الصدور الفراخ ناخدها ننزلها في الدقيق نمريها زي ما احنا بنقول، بعد كده ننزلها في الزبده. طب ايه الفايده اللي احنا نعمل الكلام ده كله؟ الفايده بتاعتها لما احنا ننزلها في الدقيق وبعد كده ننزلها في الزبده او في الماده الدهنيه بتاعتنا هتاخد لون ذهبي ومش هتتحرق معانا، هيفضل لونها فاتح زي ما احنا مش شايفين. وفي نفس الوقت شويه الدقيق اللي كانوا موجودين هي ديت ماده الربط، مش محتاج ان انا احط عليها دقيق تاني زي ما احنا مش شايفين كده. الصوص لو انا حاولت ان انا اجيبه كده يمين او شمال هتلاقي الصوص ماسك نفسه، يعني شويه الصغيرين اللي احنا عملناهم ديت نقدر اللي احنا نعمل وصفه تطلع معانا مظبوط. خدنا الفراخ قلبناها على الجنبين خدت اللون اللي احنا محتاجينه، طلعنا الفراخ وبعد كده رحنا منزلين عندي بيون مرقه بجهاز قبل الحلقه، لو ما عنديش مرقه ممكن ما فيش مشكله ننزل بشويه ميه، وعندي كمان نص مكعب على قد المقدار اللي احنا اشتغلنا النهارده. قلبنا ده كله مع بعض، بعد كده نزلنا بشويه شبت صغيرين، وبعد كده نزلنا بحوالي 5 ليمونات. قلب 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 كل ده مع بعض، ابتدى يتقل معانا شويه، بعد ما تقل معانا شويه رحنا نازلين اخر حاجه بكريمه لباني. خلينا كريمه لباني طبعا زي ما قلت لكم المرقه خلاص استغنينا عن الملح، وكان الفراخ بتاعتنا فيها شويه ملح في البدايه لما احنا ابتدينا اللي احنا ببهاره، فمش محتاج ان انا اضيف شويه ملح تاني. نزلنا بكريمه اللباني خليناها لا تتقل شويه، وبعد كده رحنا نازلين على طول بصدور الفراخ، خليناها بالظبط 4 5 دقائق تلعب بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه دوت. زي ما قلت لكم الصوص نفسه ابتدى خلاص يتقل معايا، فمش محتاج ان انا اتقله اكتر من كده. ولو تقل معانا واحنا شغالين ممكن شويه بيون او عندي شويه ميه دافيه اقدر انزله في الوصفه ونقلب هيطلع بالشكل اللي احنا عايزينه. ديت كان بالنسبه لنا الوصفه الاساسيه بتاعتنا او الميني كورس بتاعنا. عملنا ايه تاني النهارده مع بعض؟ عملنا سلطه يوناني، الستاندر بتاع اي سلطه اليوناني عندي اول حاجه زعتر فريش، عندي الجبنه اي نوع من انواع الجبن، طبعا بيفضلوا الجبنه المالحه لان مش بيحطوا ملح عليها، عندي زيت زيتون، عندي زيتون، الاربعه دولت لازم يكونوا ستاندر زي ما احنا مش شايفين على الشاشه. نبدا من تحت لفوق، عندي الزيتون زيت زيتون، عندي جبنه بيضاء، عندي زعتر فريش، هناخد كده من تحت لفوق دوت الستاندر مش هيتغير. سلطه يوناني نحط الاربعه ديت في البدايه وبعد كده نحط اي نوع من انواع الخضار، عندي خيار، عندي فلفل اخضر، وزي ما قلت لكم لو احنا حبينا ان احنا نغير ونضيف مكان الفلفل الاخضر فلفل الوان مفيش مشكله، عندي جرجير، عندي خس، طبعا ما حطيتش خس النهارده استغنيت عنه، زي ما قلت لكم اي نوع من انواع الخضار اللي بيبقى موجود، وزي ما قلت لكم برضو في البدايه ان الستاندر بتاعهم هم الاربعه اللي تحت دولت، بقدر اشيل حاجه واحط حاجه ثانيه مكانها. وعندي كمان زي ما قلت لكم الاربعه الموجودين تحت، عملنا مع بعض ازاي؟ قطعنا كله حجم واحد، وبعد كده جبنا الزعتر فريش مع زيت الزيتون قلبناهم على الجبنه، وبعد كده قطعنا الخضار، بعد كده ضفناه طلع بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه دوت. اخر حاجه كان موجود عندنا شويه الرز، نص كيلو من الرز، كان عندي 100 جرام من الزبده، حد يقول لك ال 100 جرام كتير جدا على نص كيلو، انا كنت حابب ان الوصفه بتاعتي عايز وانا قاعد على السفره او قاعد باكل عايز اشم ريحه الرز يكون الزبده متشربه فيه كويس. نزلنا 150 جرام من الزبده، بعد كده نزلنا نص كيلو من الرز، قلبنا كله مع بعض. بعد كده بعد ما اتشرب كله مع بعض نزلنا بشويه ملح لان احنا ما ضفناش مرقه معاه، الرز ابيض مش محتاج مرقه، الرز ابيض محتاج ملح مش اكتر من كده. بعد كده قلبنا الرز مع الملح مع الميه اللي احنا شربناها، وبعد كده بعد ما قلبناهم حطيت مكعب مرقه مكعب زبده من فوق. ايه مكعب الزبده هيعمل لي ايه؟ هيخلي لي الرزايه زي ما احنا مش شايفين. عايز اقول لكم الرزايه هنقول حبه وحبه، مش حبه وحبه اللي هي لونها لا، ماسكه نفسها وفي نفس الوقت خدت الريحه الجميله والطعم الجميل. الوصفه ديت نقدر نعمل جنبها مكرونه؟ لا، الستاندر بتاعها لازم يكون رز ابيض، يعني انا لو حبيت ان انا اعمل النهارده تشيكن ليمون او تشيكن بصوص الليمون مش هينفع جنب الصدور ديت، لان انا لو معايا شوكه وسكينه وحبيت اكل هقطع واخد من الرز على طول، او احنا رحنا المطعم هنلاقي الصايب بتاع تشيكن ليمون او تشيكن بصوص الليمون لازم يكون رز ابيض. ديت كانت الوصفات اللي احنا عملناها النهارده، طبعا ما فيش اسهل من كده، الوصفات كلها اسهل من بعض. ناصرين وقت قد ايه يا رياسه؟ طب عندنا اسئله كتير نبتدي نشوف الاسئله. طيب تمام، وايه تاني؟ وعندي رز بايه؟ رز بالخلطه. تمام،
بص احنا عندنا كده كريسبي، وعندنا رز معمر، وعندنا سيزر سلط، وعندنا رز بالخلطه. طبعا الكريسبي احنا عملناه بطرق كتير جدا، واخر حلقه انا كنت عاملها على ما اظن في رمضان، عملت فراخ كريسبي بطريقه جديده، يعتبر احنا كان اول مره ان احنا نعملها عندنا في مطبخ لايف، او عملناها على قناه الناي لايف. زي ما قلت لكم كان عندنا مقرمشات، طبعا اولادنا مش هقول اسم عشان في اسماء شركات كتير، انواع كتيره معروفه في الشركات، اللي هي مثلثات اللي هي يعتبر بالذره، او في منها الصغير احنا متعودين عليه اللي احنا بناكله واحنا صغيرين، في منه بالجبنه، وفي منه بالملح، وفي بالشطه والليمون، فوق بكل الانواع دي. حتى لو احنا حبينا ان احنا نجيب نوع من انواع البطاطسات اللي احنا متعودين عليها بالجبنه وبجميع الانواع، ممكن نعمل كريسبي بطريقه جديده. هنعمل ايه كريسبي بطريقه جديده؟ اذا كان صدور الفراخ، او لو حبينا نعمل الفراخ البروست، ممكن نجيب عندنا كبه نضرب كل المقرمشات ديت مع بعض اللي هي الذره زي ما قلت لكم، وبعد كده نبتدي عندي الكريسبي لو حابين احنا نبهره. طبعا اساس اللي لازم يكون فيه احنا عارفين صدور الفراخ او الفراخ الروح بتاع الجنزبيل، يعني عشان نيجي نروح مطعم ويكون مطعم مشهور ونحس الخلطه بتاعته ما بتتغيرش، او نروح ممكن فرع تاني وفرع تالت ونلاقي الخلطه هي هي او طعمه هو هو، ده لازم يكون اساسي فيه جنزبيل، ولازم يكون اساسي فيه كمان بابريكا، وبيكون محطوط فيه كمان شطه بارده، وبيكون محطوط فيه اساسي قرفه. يبقى الاساسي بتاع الكريسبي او اي حاجه من انواع الفراخ اللي احنا نبتدي ننزلها في الزيت، عندي بابريكا، عندي قرفه، عندي كمان نقول شطه بارده، ونقدر نقول كمان جنزبيل. لو عندي نص كيلو من الصدور اقدر ان انا اقطعها بعد ما اغسلها بميه وملح وخل، وممكن نحط معاها شويه سكر كمان صغيرين، بعد ما نصفيهم من الكلام ده كله نبهر زي ما قلت لكم الاربع انواع ديت. عندي كمان ممكن توم بودره، بصل بودره، نقلب كل ده مع بعض، نجيب الخلطه اللي انا قلت لكم المقرمشات، اي نوع من انواع المقرمشات، شطه، ليمون، اي حاجه من الحاجات ديت. وعندي بيض، البيض طبعا نبتدي ان احنا نبهره، نحط معاه شويه ملح مع شويه فلفل اسود، ونقلب مع بعض. ناخد الصدور ننزلها في البيض، نطلع من البيض ننزل في المقرمشات اللي قلت لكم عليها، نطلع من المقرمشات ننزلها في البيض على اساس ان احنا نعمل لها كفر وما ينزلش ان هو يفتح مننا، نطلعه تاني ننزله في المقرمشات زي ما قلت لكم باي نوع من انواع المقرمشات، ناخده ننزله في الطاسه اللي احنا هنشغل بيها، درجه الحراره تبقى متوسطه بالنسبه لنا، لو درجه الحراره تكون عاليه المقرمشات بتاعت الذره متوفره في اي سوبر ماركت عند حد، لو نزلناها بدرجه حراره عاليه هتبتدي تسود من بره، وبالنسبه لنا من جوه هتكون نيه. ناخدها ننزلها تطلع بشكل جميل. عندنا الوان كثيره جدا من المقرمشات، اللون الاحمر واللون الاصفر الفاتح، اللون الابيض زي ما احنا عارفين، ديت نقدر نعمل الكريسبي بطريقه جميله ديت، وهتكون جديده بالنسبه لنا، تلاقينا بره اطار الدقيق خالص. بالنسبه لنا لو احنا حبينا ان احنا نعمل رز بالخلطه، عندنا انواع كتير رز بالخلطه، نقدر نعمل ممكن ندخل رز بالخلطه معاه كمان خضروات، فلفل الوان، نقدر نعمل بيه حاجات كتير. لو حابين نعمل سيزر كمان سلط الستاندر بتاعها زي ما قلت لكم، احنا بيكون عندنا عيش التوست طبعا بيكون مقطعينه مخلينه على جنب، طبعا بنحط على عيش التوست ممكن نحط عليه شويه زيت زيتون وندخله الفرن على اساس ياخد لون ويكون مقرمش ومحمص معانا، بس مش هنخلي لونه يكون فاتح قوي. هنبتدي نعمل صوص السيزر ازاي؟ طبعا احنا عندنا الانشوجه ديت لازم تكون اساسي. طيب سيزر الاساسي بتاعه لازم يكون عندنا انشوجه، انشوجه هنبتدي نضربها، عندي زيت زيتون وعندي كمان شويه نقدر نقول مستردة، ونقلب كل دوت مع بعض، ونخلي مع جبنه برمزان ونخليهم على جنب. نقطع الخضار بتاعنا، طبعا بيكون عندي صدور فراخ ببتدي انا اقطعها شرايح ونمريها على الجريل، او لو عندي فحم ممكن ما فيش مشكله ونقطعها سلايز. نقطع الخضار بتاعنا عباره عن ايه؟ عندي طماطم، عندي خس، عندي خيار، عندي فلفل الوان، عندي شويه زيت زيتون، نقلب كل الحاجات ديت مع بعض، وبعد كده صوص السيزر نقلبه معاه طبعا بالمايونيز، وبعد كده نروح حاطين عليه العيش زي ما قلت لكم عيش التوست، وقطع الفراخ تبقى موجوده من فوق دوت لو حد سال. وبعد كده نشوف بقى، لو انتوا عندكم اي اسئله ثانيه ابعتوا لنا على صفحه مطبخ لايف نقدر نرد عليكم، لو عندكم اي وصفات حابين ان انتوا تعملوها ابعتوا لنا واحنا نقدر نعملها في حلقات ثانيه ان شاء الله. دي كانت الحلقه بتاعتنا، ونشوفكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم.